السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أمل مغربية في بريطانيا. اليوم إن شاء الله غادي نوجد العدس على الطريقة الآسيوية أو الهندية. لهذا العدس غادي نحتاج نص كيلو ديال العدس، عندي الربيع شحال ما كان، عندي مطيشة صغيرة مقطعة ممكن تكون مطحونة، وزيدة عليها معلقة صغيرة ديال مطيشة بيوري، عندي التومة شحال ما كان القياس، ولا كانت معلقة كبيرة غادي يكون أحسن، عندي معلقة صغيرة ديال كمون حبوب، عندي هنا العطرية ديال الأكل الآسيوي اللي سبق لي وجدتها قبل، غادي نخلي الرابط ديالها في صندوق الوصف، وعندي معلقة كبيرة ديال السمنة عامرة، وعندي هنايا كاس ديال الزيت. من بعد ما طاب العدس درت الكمونة في كاسرونة بحال ما هكا، وغادي نديرها فوق العافية تحمر، يعني تحمر حتى يدخلها الطياب مزيان ويطلع منها شوية ديال الدخان. الكمونة ديالي ها هي تحمرات مزيان، دابا غادي نضيفها ديريكت على هاد العدس، غادي نضيف عليها السمن كامل، ونضيف عليها شوية ديال الربيع، ونحرك ونخلي هاديك الكمونة تعطي هداك المذاق ديالها، نخليها تقريبا دابا واحد 10 ديال الدقائق حتى 12 دقيقة تو سيتل داون، يعني على ما ترتاح، ومن بعد ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. الشكل النهائي لطبق العدس هو هذا، انا زينته من الفوق بشويه ديال الربيع، ودرت عليه شويه ديال السمنه، ممكن تضيفوا عليه سكينجبير فريش الى عندكم كذلك، ولا الشكل اللي بغيتو. هذا هو الطبق ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله انه يعجبكم، ونتمنى انكم تجربوه كيف ما العاده. اي نصيحه بناءه، اي نقد بناء، خليوه ليا في التعاليق. خليت لكم الراحه، والسلام عليكم.